الجزائر اليوم. اشترك الآن. زارت والدة عياش الشاب المتوفى في بئر قرية أم شمل ببلدية لحوامد ولاية المسيلة، موقع البئر الذي توفي فيه ابنها. وبكت أم عياش بحرقة على فراق ابنها، وظهرت على ملامح الأم التي بلغت من العمر عتية ملامح الأسى والحسرة. كما بدت مظاهر الحزن والأسى جلية على وجوه من كان في المكان من أفراد الحماية المدنية وسكان القرية والمواطنون، حيث ذرف الكثير منهم دموع الأسى والحزن التي كانت تنهمر على وجوه الشباب والشيوخ والأطفال ممن عرف الفقيد ومن لم يعرفه. إنا لله وإنا إليه راجعون.